بعد قلت لك يا مايو، طبعا في قرارات كلها يعني طلعت في الجرائد والناس كلها عارفينها، من وزير الداخلية بحل اتحاد العمال واتحاد الشباب واتحاد النسائي وكده وبتاع. ومن ضمن الأشياء دي قاموا زي فرتقوا التنظيم بتاع الضباط الأحرار، بالذات الناس الخايفين أنه يعني يعملوا لهم إشكاليات، نقلوهم طلعوهم من العاصمة. بدوا بعد ذاك يعملوا في تنظيم تاني اسمه أحرار رايب. أحرار رايب دول كانوا مركزين مينلي على وحدتين، المظلات والمدرعات. ففي الوقت ده وبدت بعد ذاك الخلافات تظهر يعني في داخل مجلس قيادة الثورة، يعني ما ظهرت الناس في الشارع برا، لكن الناس عارفين انه في خلافات في داخل المجلس وكده. بدوا الناس في إعادة بناء تنظيم الضباط الأحرار. المسألة دي يعني حقيقة الناس اللي كانوا في راسها اللي هم الشهيد عبد المنعم عضو حزبي، يعني هو ده، دي الناس حزبيين كلهم، بس كلهم اللي قدر كلهم شيوعيين يعني. المقدم الشيبة، محجوب طلقة، محمد أحمد الريح ومجموعة يعني. فبدوا يكونوا في التنظيم. هم طبعا اوريدي عندهم علاقة بالضباط الشيوعيين الموجودين يعني في داخل الوحدتين دي، في المظلات في المدرعات، عارفينهم. فبدت الناس يعني يتصلوا ببعض العناصر، يعني اصدقائنا، الواحد بيتصل باصدقائه وبمعارفه وكده وبتاع. فانفورشنتلي انا ومعايا الاخ صلاح بشير اتصلنا بواحد نغيب اسمه محمد صلاح، مهندس كان بيقرا معاهم في خرطقت وكان عضو في الجبهه الديمقراطيه. فاتصلنا به على اساس انه نجنده يعني. فالراجل قام مشى بلغ فينا. جات بعد ذاك يعني الكلام ده في مارس 71، طلع قرار بفصلنا انا وباستغناء عن خدماتنا انا وصلاح بشير في مارس، في 31 مارس 71 انقطعنا طبعا لفترة من الشغل مع الناس. وبعد ما هدأت الرغابة مننا وكده وبتاع، فعاودنا تاني الاجتماعات بتاعت الناس، يعني ابتدوا يجتمعوا الخلايا بتاعت أعضاء التنظيم. أنا الحقيقة كنت جيت من المدرعات انا وصلاح بشير والحقونا بخليه في الحرس الجمهوري. في الوقت ده كانت طبعا الصله بين التنظيم بتاع الضباط الشيوعيين والحزب كان الشهيد هاشم العظم، كان هو الزول المسؤول من الصله. على ما أذكر في بعد الأحداث بتاع 16 نوفمبر ولا 12 فبراير ما عارف، الحزب طلع بيان رفع فيه شعار بتاع إسقاط النظام، لو الناس يذكروه يعني. بالنسبة لنا احنا طبعا لما ناقشنا البتاع ده احنا ما عندنا مظاهرات ولا عندنا نقابات ولا عندنا غيره، هو انقلاب يعني. فكرنا في الشغلانية دي وطرحنا المسألة دي على أساس أنه ممكن يحصل تغيير عسكري للشغلانية دي. وبدت مناقشات بين الناس والحزب وكده. والمهم يعني في كل مرة كانوا تنظيم يعني كانوا أعضاء الحزب يجتمعوا براهم
وبعد ذلك بيجتمعوا مع بقية التنظيم القوى الديمقراطية الموجودة ككل. فكانوا بيقولوا أنه ما ممكن يتخذوا قرار إلا يكون المكتب السياسي كامل. طبعا في الوقت ذاك طلعت المعلومة بتاعت أن عبد الخالق دارين يودوه الجنوب ويصفوه وكذا. فقاموا العسكريين في داخل التنظيم وضعوا خطة هرب عبد الخالق وحده. المهم هربوه جابوه أخفوه، وفي الأيام الأولى كان قاعد في الحرس الجمهوري مع شهيد بشيبة إلى أن هدأت الأحوال سلموه لناس الحزب. جاءت معلومة في الوقت ذاك أنه الحزب رفض الانقلاب وقالوا يأجلوا المسألة دي مدة 6 شهور. فعلا كانوا في بعض الضباط مفروض يطلعوا كورسات وكده وبتاع أخروها، فقاموا أذنوا لهم من الضمن، يعني في زميل عبد المتعال إبراهيم كان في المهندسين أذنوا له يسافر مشى القاهرة لكورس، وقالوا لسه برضه احنا يعني ما قطعنا العشم والمناقشات لا زالت جارية وكده. في أول يوليو قالوا الحزب وافق، الحزب وافق، قالوا أي وافق. طيب بعد كده فضلت المسألة بتاعت أنه الناس يخططوا للشغلانية دي بتاعي. فافتكر يعني قاموا قالوا within 2 weeks لازم يخطوا الزيرو أور للمسألة دي، زي ما بيقولوا عسكريين ساعة السين يعني. فتحددت هي من بدري طبعا مخطوطة أنها الشغلانية تكون الساعة 3 بالظهر. وطبعا الناس بيستغربوا يقول لك التوقيت ده ليه وما ليه الساعة 3 وكده. يعني في ناس يقول لك يعني أنتوا يعني أرجل من الناس الثانية. قلنا لهم المسألة ما رجال، المسألة بتاعت شنو؟ نحن يعني كنا حارسين الناس ديل في بيوتهم وعارفين الوقت اللي بيتواجدوا فيه، يعني بالليل بيمشوا بيوصلوا الناس ديل، بيجي راجع 3 صباحا، بيجي راجع 4 صباحا، بيجي راجع بيته 5 صباحا وكده. فالوقت ممكن نلقى اي واحد فيهم في بيته هو الساعة 3 بعد الظهر، لانه كل واحد فيهم يمشي يتغدى وباخذ له غمده كده يرتاح عشان بالليل يمشي يشوف ليله يعني زي ما بقولوا. فاتخطت الساعة 3. المهم في اجتماع بتاع القيادة بتاع التنظيم اللي هو كان يوم 17 تقرر أن المسألة تكون يوم 19. 19 يوليو الساعة 3 الظهر. الحرس الجمهوري وكلت له مهام اللي هي تعطيل الاتصالات، اعتقال أعضاء مجلس الثورة، احتلال القيادة العامة، احتلال الإذاعة، احتلال معسكر شنبات بتاع المظلات. نحن طبعا بحكم قلت لك انه كنا برا الجيش اتصلوا بينا يوم بالليل كلمونا قالوا باكر ما تطلعوا زي الساعة 11 اتصل بي المرحوم أحمد جبارة قال لي ليه تجي تغدوا معانا، في انت المسألة مشيت كلمت أحمد جبارة جينا الحرس الجمهوري. فقعدنا في الميز يعني زي الساعة 11 صلاح بشير ده ادوه جواب مشى عندهم قوات معسكرة في فتاشة فيها النقيبة صلاح السماني وفيها الملازم فيصل كبل، اداهم الجواب طبعا أمر التحرك بتاعهم والواجبات بتاعتهم المفروض يعملوها. المهم يعني زي الساعة 2:30 جمعوا الحرس الجمهوري، وأبشيبة طبعا كان الحرس الجمهوري كان مجند ضباط صف وجنود بطريقته الخاصة يعني. يعني الناس ديل اتحركوا بولائهم الشخصي لأبشيبة وليست لأي جهة أخرى.
لانه كان عندنا اقتراح لبشيبة ذاته انه نعتقله مع الناس دي. فبشيبة قال لو اعتقلتوني عسكري واحد بيطلع معاكم ما في بيضربوكم. فالمهم الناس دي اتحركوا طبعا بتوجيه زي ما قلت لك من هنا دي. الشهيد الرائد هاشم العطا كان في ناس في اجتماع من الاجتماعات كان في ناس قرروا انه يعني بحكم الاشياء اللي قلت لك العمل فاروق انه حل التنظيم وغيره وغيره وكده. ففي كانوا بعض الاراء بتاعت الضباط الشيوعيين انه فاروق ما يدخلوا المجلس وقالوا لهاشم مش شارك مع الناس في اقتراح زي ده يعني. ولهاشم طالما انت موجود داخل البلد تكون رئيس مجلس الثورة انت. فالحقيقة الشهيد هاشم قام خدت رأيه بوضوح شديد جدا. قال انا مجلس ما فيه فاروق وبابكر انا ما بقول فيه. ومجلس فيه فاروق وبابكر انا ما بكون رئيسه. وحركة انا ما شاركت معاكم ما بدخل مجلس الثورة. قلنا لا احنا ما عندنا اعتراض على بابكر، نحن اعتراضنا انك انت لانك انت موجود. بعد ذاك لما نيجي بابكر ممكن الناس يعني يعملوا قال بس ده كلامي كلام نهائي. يا كده يا انا حامل اعتبروني برا الشغلانيه بتاعتكم. يعني ده السبب اللي خلى الناس اشركوا هاشم العاطف، لانه هاشم العاطف طبعا لا عنده قوات لا عنده اي حاجه. المهم الساعة زي الساعة 3 إلى 10 بدأت القوات تتحرك. أول مجموعة طلعت معاه الملازم زهير قاسم مشوا لشمع الإذاعة والخصوم مشوا الكبانية وكده. بعدين أي زول ما كان يعني ما شاطرش أي زول عارف شغله تحديدا شو يعني. حتى الملازم ده ودوه وروه في مش عارف افتكر مهندس كان اسمه فاروق الطيب. ايوه فاروق الطيب ساكن في المقرن. انا امشي لفاروق الطيب ده في السكه يكلم يقول له حاصل كده كده تعطي لنا الكوبانيه. ما لقيته تجي تلقى فيه مهندسين مسؤولين وروه في الباب كده مش عارف في صندوق كده فيه مفاتيح وبتاع بيقفلوا المفاتيح دي بيقفلوا الصندوق ده يشيل المفتاح بتاعه. ده كله ما حصل ورا البنات فيه مش عارف مفاتيح كده منزلها خدتها اوف مفتاح راسها. يعني كل زول مشى عارف شغله تحديدا شنو بتاع. انا كان ممكن لي الدور بتاع انه نمشي المعسكر بتاع شمبات. معاي كان القائد بتاعنا كان الله يرحمه الشهيد معايا عبد الحي. ومفروض تمشي معانا مدرعتين. القيادة العامة مفروض يمشي هاشم العطا ومعاه النقيب بشير عبد الرازق ومعاه ملازم اسمه عثمان غايته يعني معلش الاسم هناك كده كان ملقب بيقول له عثمان مريز يعني فما عارف اسم ابوه يعني ما بتذكر اسم ابوه. بالنسبة للاعتقالات عبد العظيم عبد السرور كان افتكر ايوه عبد العظيم عبد السرور ابو القاسم محمد ابراهيم احمد جباره جعفر نميري فيصل مصطفى افتكر فاروق هناك صد معمون عوض ابو زيد مدني علي مدني ابو القاسم هاشم مدني علي مدني ابو القاسم هاشم ثاني معهم المهم ثاني معهم ولازم افتكر مشى اعتقل زين العابدين ولا حي بشكل. المهم في اثناء التحرك طبعا الناس تحركوا بازمان مختلفه يعني مشت طلع اول حاجه زهير بعده طلعوا الناس بتاع الاعتقالات بعده طلعوا الناس بتاع هناك. ونحن طالعين من القياده العامه قاموا في شبه حصلنا قال يا اخواننا ناس بشير ديل استعجلوا خلوا هاشم العطا هنا فوصلوا لهم في القياده العامه ومشوا بغادي. وبعدين كان المدرعتين بتاعتكم ذات ساق بشير عبد الرازق وشبابه هناك فسواه وامشوا للناس ده اللي غادي امشوا شنبات بهنا. المهم جبنا هاشم العطا وصلناه القياده وصلناه للقياده العامه. في اللحظه اللي كان هاشم ده نزل في ماشي على بوابه القياده العربات بتاعاتهم جات خاشه لانها جات بشارع النيل
احنا جينا في الشارع اللي صاير جاي ده. يعني حاجه كده ذاتك انت ما تصدقها. يعني الناس ديل اولاد العساكر كده ديل بتاعنا وهاشم طبعا الكركون اللي كان في الباب يعني زي اتربك ما عارف يعمل شنو. السلام العظيم زي ما بيقولوا عندنا هناك يعملوا سلام سلاح. هذا هاشم العظم مرفوض من الجيش وما معروف واسع لابس لبس مجلس الثوره وبتاع. في الربكه دي المهم العسكري في الباب هاشم خطف منه البندقيه يدعها كده العساكر دي. طبعا ما نحن كنا مشاهد في المزرعه اللي واقفين بجاي مشى معاهم معاه عبد الحاج. خشوا القياده العامه المهم احتلوا القياده العامه. في الوقت ده معايا انا العساكر بتاع المشادل المدرعات كانت سريعه. قلت للزول في الباب من الحرس الجمهوري يا اخي ان احنا هنتحرك وقول لي معايا ان احنا هننتظرك في شارع شبات قريب من البتاعية. مفروض تتحرك معانا عربيه ثانيه فيها واحد رقيب اول اسمه محمد عثمان عشان ما نمشي نأمن المعسكر بتاع شنبات وبعد ذاك بالفصيلة دي معاه المعاه ناي دي الريبول دي نمشي الإذاعة. المهم أن إحنا طلعنا من هناك يعني حتى لما لأنه أنا ما من الحرس الجمهوري يعني ما بعرف حاجة عنهم فاتفاجأت لقيت العساكر عندهم بنادق اسمها مارك 4 اللي هي ابو 10 دي. طبعا السلاح كان كلاشينكوف وجيم 3 وبتاع. وقفنا جنب القريب من المعسكر بتاع شنبات منتظرين الزول ده. قلت امشي اطلع اوريهم الحاصل شنو يشتغلوا كيف وكده. عندنا 3 نقاط داخل البتاع دي في البوابه في الكركون في الاستعداد. عندنا ملازم في داخل المظلات اسمه ابو بكر عبد الغفار راجل زميل برضه هو. فاتفقنا معاه لانهم ناس الاستعداد بيكونوا كتار ان نعمل لهم نظافه السلاح عشان لما نجي قوتنا نحن بسيطه يعني كانت كلها فصيلتين. المهم لما وصلنا هناك ما لمينا في محمد عثمان ما عرفناه مشى وين. زي الحكايه كده يعني يمكن تكون كانت شاربكه شويه يعني في شغلانه دي لكن ما اثرت بحاجه. في اللحظه دي جاء معاوي الحاصل شنو قلت له معاوي يا اخي الشاويش بتاعك ده جايب لي بنادق مارك 4 وما عنده جبخانه. قال لي وبعدين قلت له ولا بعدين ولا قبلين. ونحن لا يمكن نتحمل مسؤوليه انه المساله تفشل ولا تحصل حاجه يكون نكون سبب يعني. فانا قلت له يا ساكر ديل اللي خايف من الشغلانية دي قلت له بندقيته هنا وينزل لا حنكلم الشيخ ونقول له الزول ده نزل لا بتاع لا اي حاجه. قالوا ما بننزل نمشي. المهم اتفقنا مع العساكر ومع اخواننا العساكر ده العساكر قدام ركبوا السونكي ركبوا السونكي حسب الشغل بتاعنا بتاع العساكر يعني. فاتفقنا معاهم انه لما ينزلوا بس يعملوا حركه بتاع تعمير واحده. العساكر مرات كده بيعملوا لك حركات بتاعت ليك كده كا 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 كا. فلو عملت كم حركه وما في جبخانة طرأت من البتاعة دي عارف عنك مو عندك جبخانة اعمل حركة واحدة ثابتة نازل. المهم خشينا معسكر شنبات معاوية عبد الحي تعال مدرعات. قلت له يا خزور انا بخش مع عساكري دي انت امشي المدرعات دي في مدرعات ورا في الحوش بتاع هنا دي بس ثبت لنا ورا خلينا احنا نخش في الاول على الاقل لو الناس دي عملوا فرفرة ولا حاجة في الوقت ده انت لما تيجي خاشف المدرعات الصدمه الثانيه بتخليهم بتدينا زمن. بعد ذاك ممكن قلت لهم مجرد ما النادر خدت السلاح بتاعه ممكن نشيل سلاح وغير السلاح كده. المهم انتهينا من المساله دي خشينا لقينا السيد ابو بكر ظاهر احنا تاخرنا. احنا طبعا اخرنا الحكايه بتاعت انه نمشي نودي هاشم. اظن عمل لهم نظافه السلاح زي مرتين ثلاثه لما يتاخرنا افتكر يعني الناس غير المواعيد حصلت اي حاجه. جينا لقينا عساكر بتاع الاستعداد دي المهم مجلسين ثابت ثابت ثابت. في عسكري واحد شال بندقيته وقف. العساكر طبعا معي ما عندهم جبخان اجيب انا عندي طبنجه
وانا راكب في العربيه بتذكر حصل انه لازم يسمع علي زروق. قلت له يا اخي جاب طبعا دي، قالوا ما عندكم جبخانك انك. قال لي دي خزنه، داني خزنه. شلت الطبنجة لا تظن فيها مشاكل، ما عارف. لما جيت اضرب العسكري ده في المره الاولى الطبنجة جلد، ثاني ناي، ثالثه دي هو طبعا وقف استعد يرى الاجزاء بتاعته. في زي روحهم كده غايته وقفت وراه. فكرت قلت يا اخي انا لو مرقتها عملت كده ولدتك دي كان ما يطلع الطلقه الزول ده بيوديني لاخره. وقلت احسن ان احنا نجي نكابسه بس نشوف الحياه هتحصل شنو. المهم معاي شاويش كده، قلت له يا اخي شفت نطلع في وقت واحد ونجري عليه ونمسكه من هناك. قلت له لما سيدنا مسكناه ورفعنا البندقيه امسكك في الملاوه دي، قامت طلقه ضربته هنا من الطبنجه. يعني ده العسكري الوحيد اللي انضرب في شنبات. بعد ما الامور هذا جاء وكري يا اخي ده شنو بتعمل فيه هناك؟ قال تاخرت. المهم فحتى يعني من الزعل انا قمت اعتقلت وقلت له امشي ليه، قلت له شاويش ودوا لي معاوية بغداد. مشي معاوية بغداد وجا معاوية من هناك يا اخي حاصل معاوية. قلت له يا اخي صح كويس خلاص خلو. ابو بكر العسكري ده من وين؟ قال لي العسكري ده من حكم الهجان. يا اخي انت مالك يا اخي، ناس المظلات كلهم ما سلموا سلاح، انت مالك يا اخي؟ قال لي احنا والله علمونا ما نسلمه كده. المهم كيف ما كيف معاوية قال لي يا اخي نوديه مستشفى البحري نزيفه. قال له كويس، رسلناه مستشفى البحري. قاعدين منتظرين، جانا بتذكر شهيد الرائد محمد احمد الزين لابس ملكي. طبعا استغربنا قابلناه، يا سعادتك ده شنو انت لابس ملكي هنا؟ الحاصل شنو الناس المدرعات دير انتوا اخرتوا ولا كده؟ قال لا انا عندي تعليمات من عبد المنعم اطلع عليه فاشوف الحاصل شنو. عندكم اي مشكله؟ قلنا ما عندنا مشكله، مشكلتنا بس منتظرين مدرعاتكم دي تجينا من الشجره. كان من ضمن يعني الاشياء بتاعتنا انه اي عربيه تاب علينا تجي مولع النور بتاعها. احنا قاعدين في معسكر شنبات منتظرين معايا مع عبد الحي، فعلا ظهرت المدرعات دي الدبابات دي 55 هناك في اول الشارع بتاع النازل على كل شنبات دي. من هناك شفناها ما في اي نور مولع. يا معاوية الناس دي طافية النار. قال لي اخي نقفل الكوبري، قفلنا الكوبري. طيب سألناهم يا اخواننا الناس دي ابو بكر عندكم ار بي جي؟ قال ما عندنا ار بي جي، ده مضاد للدبابة. قال ما عندنا. المهم غايته دخلنا العساكر جوا، دخلناهم خديناهم ورا سواتر. وقلت له معاوية قال لي يا اخي انا نعم شنو؟ قلت والله ما اعرف. قال لي اخي احنا ننتظر الناس دي في الشارع دي. فلما جيت فاجأت انهم ناس يعني حاصل شنو؟ هاشم مبارك ده معهم، لازم يسمع هاشم مبارك الخفيف تحته دي جاري وكده، ظاهر الدباب عمل الدوم حادث وكده. فجانا السيد هاشم مبارك وأمننا الشغلانية. في الوقت ده جرت شاويش، قلت له كان المفروض يمشي معانا الاذاعه. محمد عثمان مشيت فين؟ قال لي يا اخي انا ما جيت، قالوا لي امشي شنبات عن طريق. قلت له يا اخي قال لك مش شنبات عن طريق الاذاعه. قالوا لي اذاعه وبعد ذاك مش شنبات. يا اخي ما تكون عملت حاجه؟ قال لي لا ما عملت اي حاجه، والعساكر كلهم سلاحهم خاطين في الوطن. يعني ما في ماشي نادي ماشي عارف حاجه؟ قال لا. قلنا له خلاص كويس. شلنا المدرعتين اتحركنا على الاذاعه. هاشم مبارك قال لي امشي معك. قلت له يا اخي انت المفروض تقعد مع هنايده هنا. قال لي اخي العساكر اللي في الاذاعه من اللواء الاول من ناسنا، فانا استحسن امشي معاك لانه بيعرفوني ما بعرفوك انت. قلت له كويس. جينا الاذاعه، فعلا لما وصلنا الاذاعه اتفاجئنا لقينا العساكر مدورين الدبابات وقاعدين. هاشم ده شنو ده؟ قال لي والله ما عارف. وزعنا الدبابتين بتاعتنا، واحده وقفناها قدام موضة التلفزيون، واحده اللي جاي. جينا خاشين انا وهاشم مبارك خاشين للعساكر ديل، معاهم رقيب نزل حي هاشم ده في شنو؟ هاشم قال لي انتم مدمرين مالكم؟ قال لي والله جانا ضابط بوليس هنا قال في انقلاب لانه شايف الكوبري مقفول وكده، قلنا نكون جاهزين. فقام هاشم قال لي يا اخي كده بطلوا الدبابات دي وانزلوا.
بطلوا الدورات نزلوا فوق قال لهم الانقلاب ده قاعد يبون احنا قاعد يبون اللي هو الاول والحرس الجمهوري. مشينا الاذاعه بتذكر دخلنا يعني قبل المغرب كده بشويه. تعليماتنا ان الاذاعه تكون شغاله عاديه ما نوقفها. دخلنا الاذاعه قابلت عمر الجوزلي. عمر الجوزلي ده راجل كان دفعتنا في الثانوي. حاصل شنو ما حاصل شنو بتاع. فقمت كلمته قلت له حاصل كده 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 كده. و لا وقف قلت له لو توقف. كانت تفر شغالة النشرة بتاعت خمسة. تذكر ولا قبل الساعة خمسة هي الكلام ده قبل نشرة خمسة. اشتغلت نشرة خمسة عادية. شغالين شغلهم عادي ما في أي حاجة. طبعا قلت له يا عمر بعد ده ما في زول حيطلع منكم لا من الإذاعة ولا من التلفزيون لحد ما نشوف الحيحصل شو. فقعدنا المهم جانا زي الساعة ستة ونص سبعة إلا كده جانا الرايد محمد أحمد الزين. قال لكم وقفوا الإذاعة وخلوها تشتغل مارشات ونوي هو أنه رايد هاشم العطا حيلقي بيان بعد قليل. فعلا قال خشينا لقينا واحد اسمه افتكر وقال لي اسمه صالح محمد صالح ولا حاجه زي زول المسؤول يعني في الاذاعه اسمه صالح محمد صالح يعني على ما اذكر ولا يمكن يكون الاسم ملخبط شويه وكده. لكن المهم فقابلنا الراجل ده قال والله ما في مانع لكن بس عندنا هنا فورم لازم تملوا لنا هنا توقعوا لنا عليه. قلنا له جدا. مسك الرايد محمد احمد الزين وقع له على البتاع دي ووقفت الاذاعه ومشينا لغادي في التلفزيون لقينا المذيع اسمه احمد سليمان ضوى البيت الله يرحمه راجل كان كويس برضه. وفي ناس كانوا بتاعين امن قاعدين في الهنايه دي طردناهم وفي الريسبشن. وبعدين لقينا واحده اسمها ما عارف عفاف صفوت ما عارف ايه ابى تطلع. المهم قالت ما بطلع تطلعي ما تطلعي بتاع. فجانا هنا طبعا ما اعرف النازات شنو يعني هي. قالت لي لو ما قابلت هاشم ما حتطلع. جا بعد شويه هنايدا محمد سليمان ضوى البيت ده ولا احمد سليمان ضوى البيت. فالمهم قال خلوها تشتغل معاي وما تشتغل معاي. قلنا يا اخي هي عندها علاقه بشغلكم ده. قال قلنا خلاص قلنا لها بس قوم يخش جوا خلاص خش جوا. نحن منتظرين جانا رايد اسمه احمد موسى الخير ما بعرف انا استخبارات قال انا رايد احمد موسى الخير. طيب يا احمد موسى الخير اهو ازيك كيف الحال؟ ايوه يا جناب وفي شنو؟ قال انا بفتش في هاشم. قلت له بفتش في هاشم ده شنو؟ قال انا طلعت معاه بودي جارد ومشينا بيت في نمرة اثنين. ومن البيت بتاع نمرة اثنين ده هاشم ده طلع بباب تاني ما عرفته مشوين. من الاخر الزول ده معايا انا بجاي. ويعني بعد ذاك احنا قعدنا نضرب اخماس في اسداس بيت من نمرة اثنين منو ما نمرة اثنين حسب الوصف عرفنا انه ده بيت ناس حامد الانصاري بيت ناس وعاد ابراهيم محمود. مشى هناك. يا انا افتكر هاشم العطا قريب الساعه 10. جاء خشى الغى البيان بتاعه طلع جانا بعد ذاك العقيد عبد المنعم الهاموش. سوري في الوقت ده قالوا الناس الاذاعه اللي دارين يمشوا يغيروا خلوهم يمشوا. فجينا لعمر الجزري معاه واحد اسمه عارف كده ما عارف اسمه يا ربي عمر عثمان. قالوا احنا ما بنطلع احنا ما ماشيين احنا مطوعين نشتغل معاكم. تفضلوا. الساعه 11 جانا محمد خويا لصالحين معلش اخواننا تاخرنا وما تاخرنا وبتاع. خش برضه اشتغل مع الناس. جانا المهم الهاموش دي عبد المنعم محمد احمد. فقال الاذاعه ما تجي تشتغل للصباح. جدا
يا اخوان شغل ده للصباح، بتقدروا؟ قالوا بنقدر. المهم فضلنا قاعدين للصباح. طبعا بالليل، الليل ذاك جات مواكب كثيرة جدا من اتحاد الشباب واتحاد نسائي غيره وبتاع، وهناك ورقيات بتاع التأييد وكده من جهات كثيرة جدا. و استمرت الإذاعة لحد الصباح شغالين. تاني يوم، يوم 20، المهم يعني في ناس جابوا لنا الشاي والبتاع والحاجات دي، الناس أكرمونا يعني، ما كان عندنا إشكالية. تاني يوم جانا العقيد عبد المنعم ده، قال لي يا أخي أنا أديت تعليمات لناس المدرعات لحسين درار، ضابط وضابط زميل للمناسبة ده، يعطل الدبابات. وطبعا عبد المنعم يعني دي كمان الواحد حقيقي يذكرها عشان ما يحملوا مسؤوليات ساكت الناس. عبد المنعم ضابط بتاع مشاة، اتنقل المدرعات جديد، لا يعرف حاجة عن المدرعات يعني كشي فني يعني، لكن كغايد يعني ممكن يوجه ويعمل وكذا كذا، لكن الأشياء الفنية في المدرعات ما بيعرفها. فقال لي كلمت حسين درار يعطل المدرعات. حسين درار مسكناه الكتيبة الثالثة على أساس أنه يكون يعني أتهاند لو حصلت أي حاجة نتحرك بها. جيت قال لي له صلاح بشير هنا. صلاح بشير ده كان برضو من المهام بتاعتهم، المعسكر بتاع الكتيبة بتاع جعفر دي، كانت برضه من مسؤوليات الحرس الجمهوري. قال لك ما ذكرت عليكم اللي هو جحت الله صلاح بشير و معه النقيب صلاح السماني. فالظاهر لما جاء عبد المنعم لصلاح قال له يا اخي انا قلت لحسين كده، وحسين او حسين يعني قال داري ادي العساكر بتاعي انه سلاح وانا فكت له. حسين هاي جاو قال له داري ندي عساكرنا دي سلاح اللي هم اللي هو الثاني يعني، وانا وافقت له، فانت لو داري تسلح الناس دي سلح. صلاح بشير قال انا بدي زور سلاح، انا عسكري شلت منه بندقيه والبندقيه ما برجع له طيب. ويا سعادتك الكلام ده ما صحيح، سندرار ده امشي خليه يجرد الناس دي الثاني. قال لي لا، الناس دي قال بيسوق. نفس الموال ده حصل في الحرس الجمهوري مع ابو بكر جلب شيبه. قال لي يا اخي انا عندي سريه بتاعت المظلات بتاعتي دي انا بضمنها، دارس اللعب ابو شيبه رفض له. قال لي اصله ما تدي زول سلاح لانه في العساكر بتاعين المظلات وبتاعين الحرس بتاعين المدرعات اللي هو الثاني يعني، كانت في اشياء كثيره حول انهم يعني ناس الاحرار ماي والمخابرات المصريه والبتاع شغاله في صوتهم شغل ثقيل، فما في يعني ما بتضمنوا يعني. حتى التنظيم بتاع احرار ماي وذكر انا في عندنا في الشجره في المدرعات كان في عدد كبير جدا من الزملاء من الضباط الشيوعيين يعني زي هاشم مبارك زي ايه بتاع، جندوهم اشتغلوا معاهم خشوا دخلوهم معاهم. فالمهم استمر اليوم الاول، اليوم الثاني، يوم 22 اتذكر، لا سوري والله، يوم 19 بالليل جاني ملازم اسمه مدين علي مدني من الحرس الجمهوري. قال لي يا اخي شيبه قال لك تمشي معي في المقدم محجوب رين، محجوب طلقه في السين الحربي، نمشي نطلق سراح وكذا نفكه. قلت له محجوب ابراهيم والضباط اللي معه؟ قال لي ما افتكر في زول غيره بس هو. مشينا فعلا لقينا الناس الحرس، الناس السين الحربي. السين الحربي كان وضعه هنا كان في محل غصر الشباب والاطفال ده يعني، ما كان في حته بعيده. فجينا السين الحربي وطلعنا محجوب طلقه. طبعا بعد ذاك ركب عربيته مشى الحرس الجمهوري، مشى الخرطوم،
ومحجوب قال لي انا ماشي البيت عشان اغير هدومي واستحمى وبتاع واحلب وناي والبس. في السكه قام سالني قال لي يا ناس دمير يوم، قلت له في الحرس في ال في ال في القصر الجمهوري. قال لي احنا ما اتفقنا على كده. طبعا دي معلومه انا ما عارف يعني هم اتفقوا على شنو. قلت له والله يا سيادتك اتفقتوا على شنو؟ احنا ما عارفين. المهم انتوا ان احنا المهام اللي وكلتوها لين عملناها، بعد ذاك انتوا اتفقتوا على شنو؟ ما اتفقتوا على شنو ده احنا ما عارفين. لما تمشي لهم هناك شوفوا اتفقتوا على شنو بتاع. فعلا جيت انا نزلت في الاذاعه، مشى بالعربيه واصل مشى البيت، ومن هناك الاذاعه وصلته الحرس، وصلته القياده العامه وكده. المهم في الإذاعة قاعدين يعني ما كان في حاجة، ما كان في أي إشكالية. نيجي يوم 22 يوليو، يوم 22 يوليو زي الساعة 2:30 3 كده سمعنا صوت بتاع دانات. ضربت المدرعات الشجرة، إخوانا الحاصل شنو؟ قالوا لي والله في دبابتين اتمردت أو ثلاث دبابات اتمردت وطلعت من الهناية ومن الشجرة. طيب لقاني واحد افتكر ضابط يخلي اسمه اسمه بركات. طيب ضغطت لبشيبة في الحرس، يا سيادتك الضرب ده في دبابات جات شايفيننا نحن هنا من الإذاعة في الكوبري. قال لي لا ما في حاجة، هي ثلاثة دبابات اتمردت، واحدة بتضرب في القيادة العامة، واحدة بتضرب فينا هنا، و مش في دبابات في الكوبري وبتلاقي. بعد شوية قام جانا المقدم الرائد محمد أحمد الزين، عندكم كم مدرعة؟ قلت له عندكم كم دبابة؟ قلت له اثنين. قال لي سوق الدبابات دي ولاقيني جمع أسرة الشباب والأطفال اللي هي قال لي مش اللي هو كانت تفتكر مش أسرة الشباب والأطفال اللي هي جنب البرلمان، كانت مركز تدريب المستجدين بتاع البوليس لو كذاك. فجينا بالمدرعتين ديل معايا اتذكر ضابطين، واحد اسمه أبو بكر الصاوي، والثاني اسمه عادل بنقع عبد الحفيظ. انتظرناهم لوقت طويل جدا ما يوم. ما في يعني اتصالات في داخل المدرعات بينه وبين الشجر ولا بينه وبين الكتيبة بتاع جحفر في الجرمان. أساسا إحنا ماشيين الخرطوم، جينا الخرطوم وصلنا في اللفة بتاعت القصر الجمهوري دي، لقينا في دبابة تي 55 فيها رغيب اسمه إدريس، رغيب اسمه إدريس. هاي نزلت أنا ومعاي، نزل معاي عادل بنقع. ازيك يا عزيز بتاع مالكم في شنو؟ قال لي والله ما عارفين. كيف ما عارفين؟ بتعمل في شنو حسين؟ قال لي والله جينا لقينا الشجرة جايته قال دي، وبعدين واضح انهم كانوا في ايزن وسكرانين يعني. الدريس ده كان شارب غايته وريحته ضاربه كده يعني. وطلعنا من هناك قال لي، قلت له طيب طلعت بتعمل في شنو؟ قال لي والله بس بنضرب في اي حته. طيب يا ادريس احنا خشينا الحرس، الحرس الجمهوري يخش معانا. في الوقت ده في ضابط معاهم من المظلات جوا الدبابه جمارك، ما وجه لي خطاب جوا لعادل بنقع. يا عادل بنقع انت قال لي وحدد موقفك انت مع مين. قلت له شنو في مين ومع مين ومع مين ومع مين وبتاع. المهم احنا بنتكلم معاه السيد ابو بكر الصاوي اللي خليناه في المدرعتين دير، قفل الدبابات اظن قدام تعليمات يتحركوا، لانه كان في ضرب في محله البوسطه ديك، في ناس ضربوهم كده جنب البوسطه وهناك. المهم ساق الدبابات جربها خلانا واقفين في شارع. يا عادل قريبك ده ده شنو؟ قال لي والله قال لي الظاهر هيمشي بالبوابه الجنوبيه وكده.
نخش الحرس. قلت له ما في طريق اخش، لانه الحرس ده انت شايفه هي دي جبخانه مدويره جوا، اي زول خش بيضربه. نحنا نحاول نمشي نضرب تليفون لبشيبه. فعلا مشينا وزاره الداخليه، ضربت تليفون لبشيبه حاصل كده كده كده. قال لي كويس، قال لي خلاص احتمال يكون جايب البوابه الشرقيه. فاديني كده زي ربع ساعه واضرب لي، ضربت له بعد ربع ساعه. قال لي يا اخي الزول ده مزرعتين ديل شاهدوهم الناس بالبوابه الجنوبيه، خشوا في شارع العصر واتجهوا جنوب يا اخي. بعدين قال لي بعدين الموضوع ده انتهى، الجماعه دي اللي هربوا و خاطر حموده هربوا والقياده العامه زي شبه انتهت لانه ناس هاشم هناي و شوف لك اي حته مشينا يا اخي. احنا جايين نكون قال لي ما تجوا، لو جيتوا العساكر بيضربوه. نشوف حته نمشي وين؟ قال لي والله ما بعرف. مهم تاني ما تضرب لي، ما تعمل لي ازعاج. كيف ذات طبعا زول شخصيه كان زول اجريسيف شديد. هاي عادل قوموا امشي بيتكم، تعال بكره الشغل عادي لانك اصلك انت ما مشترك معانا، جيت قعدت معانا في الاذاعه دي ساكت وكده وهنا. قال لي ما بمشي. تمشي ما تمشي، المهم قاعدين نحن جرايد اسمه زياد وصالح الشيخ. زياد صالح الشيخ ده من الناس اللي جندون معانا في التنظيم. طبعا لما شافنا انخلع. تلاقي جنابه جاي شنو؟ قال لا والله جاي ما عارف اشوف، ما عارف مين زياده ولا سادتي ولا شنو، ما عارف ايه قريبي بتاع البوليس ده الحاصل عليه شنو بتاعه. المهم ان احنا انتظرنا قعدنا، ما في طريقه ثانيه الواحد يعمل حاجه ولا هناي. مشينا مشينا لمدير الشرطه اسمه قسم الخارج. يا قسم الخارج يا اخي، وده طبعا عينه ذات الناس هاشم، يا اخي ادينا عربيه. قال اديكم عربيه تمشي وين؟ قلنا له انت بس ادينا عربيه. نحن بنعرف نمشي وين. يا رجعنا مشينا كتيبه الجحفر في عمدرمان. يا قال الكوبري بتاع عمدرمان قفلوه مقفول. والناس ديل مرقوا. طيب يا اخي نتحرك ناسك ديل. قال لي ناس ديل حركوا يعملوا شنو؟ ما بيعملوا حاجه. وبعدين انا ذاتي هسه قاعد بس منتظر يعطلوني. فعلا احنا في كلامنا ده جا خاشة مجموعة من العساكر بتاع المظلات. الوطة كانت راحت كده زي قربت للساعة 7 في المساء. جوا عساكر من المظلات. المهم كانوا معانا برضو 2 ضباط كده من المدرعات، ما عارفوا جابوا الخرطوم شنو، يعني ما عندهم علاقة بالشغل بتاعنا ده برضو. لا ديل فاتوا، ديل قلنا لهم امشوا فاتوا، امشوا الخارج وشوفوا اي طريقه خارج نفسكم. المهم جو اعتقلونا انا وعادل بانقا ده. مشينا برجلينا من القياده من الهنايه دي من الداخليه ودونا السفاره المصريه. طبعا بس كده يعني غشامه مننا، قلنا يا اخي كمان يا اخي الناس ديل دارين ودونا يحكونا هذا المصريين ولا شو؟ فرغ يقول كده اسم عيد من المدرعات بعرفه، يا عيد تعال انتوا يا اخي السودان ده خلاص يعني بقى هين كده كمان، حتى ودونا المصريين حكونا المصريين، انتوا ما قادرين تحكمونا يعني تصلوا هناك. قاعد معاهم واحد مصري، قلت له ده منه؟ قال لي ده السفير، لكن انا ما بعرفه حقيقة، لكن قاعد هم حولوا كمية بتاع العساكر من المدرعات للدرجة الثانية، وراجل قصير كده مليان عنده صلعة، ما بعرفه السفير ما بعرفه القنصل. المهم انتظرنا هناك إلى أن جو اعتقلونا ودونا الشجرة، أقصد أرحلونا ودونا الشجرة. في الشجرة أتذكر لقينا المرحوم أحمد جبارة وعبد العظيم عبد السرور وديل من الحرس الجمهوري والعقيد عبد المنعم، كانوا قافلينه في زنزانه كده كميه من الناس. احمد جبار الحاصل شنو؟ قال لي والله ما عارفين. انا قال لي كنت في اذن في البيت، جيت راي من هناك، ما تمهلت سمعنا صوت الضرب،
المهم قال لي كنا عملنا دفاع حول الهناية بشيبة، قال لنا ناس أحمد الحسين جايين بعد شوية، قال الضابط اللي معاكم خرب بالدبابة اسمه الصاوي، قلت له الصاوي صح خرب بالدبابات بتاعتكم. والمهم بعد ذاك قال بشيبة قال لنا مش سلموا، لأنه لو ما سلمتوا العساكر دي الحين موتوا ساكت. وبشيبة ما سلم ليه؟ قال لي والله معلم. المهم قال لي دانا تعليماتنا وعبد العظيم ده. طيب وين ناس بقى ناس فيصل مصطفى وفيصل قبل الجماعة دي؟ قال لي فيصل قبل ذاته معتقل لكن ما عارف ما جابوا لي هنا، لكن فيصل مصطفى وعلي زرور قال لي ما عندي ما عارف انه موجود زعوا. المهم الحال قال لي والله ما حاصل ما عارف الحاصل شنو، حتى اما جينا لقينا نايم صحينا من النوم كده. بعد شوية جو حولونا المهم من هناك، يعني في تفاصيل كده بتاعت مشينا مكتب سعد بحر غاية تدخلنا مكتب سعد بحر، لقينا التلفون بتاعه ضربنا تلفونات معي عبد العظيم على السرور. بعد شوية حولونا لمكتب تاني في جمرة استلم المبررات بغادي، وبدأت المحاكمات. في الوقت ده جابوا لنا بالليل المقدم محجوب ابراهيم، سألته الحاصل شنو؟ قال لي والله يا اخي الحاصل ان مدرعاتي اتمردت و ناس سلاح الطيران طلبوا انه يتدخلوا، وهاشم وبشيبه ود الريح رفضوا، احمد الريح رفضوا. انا كنت مصر انه الدبابات هنا، قالوا لا الدبابات لو اتحركت بتضرب الشجره نمر اثنين وبتاع. وقال لي قلت لهم يا اخي تمشي تروح الشجره ونمر اثنين وكله، فرفضوا قالوا ما بيتحمل المسؤوليه، رفضوا يحركوا سلاح الطيران. يعني كان ممكن ان هذول يحركوا سلاح الطيران ويضربوا لهم تنتين ثلاثه في الشجره دي وحولها كان المدرعات دي كلها رجعت، لكن هم رفضوا قالوا طيب ها. وبعد ذاك قال لي بعد ذاك كان عندنا اوراق كده مهمه شلناها حولناها، وبعد ذاك مشينا مع هاشم نمر اثنين عنده حاجات كده سلمها لناس هناك وجايين على اساس انه نسلي نفسنا وكده. صباح بدري جابوا لنا بشيبه معاه الملازم مدني علي مدني، معاه رايد اسمه جريس. قلت له يا مدني اعتقلوكم ودوكم وين؟ قال لي ولا اعتقلونا ودونا ولا اي حاجه، قال لي احنا قاعدين لحد الصباح في الحرس الجمهوري ما في زول قدر يخش. شيب الصباح قال لهم، قال لي مدني وجريز ده، قال لي مدني اعتقلني وديني شجره جات تخاري نفسك. مدني قال لي ما بعترف رفض. افتكر برضو عرض المساله دي على جريز، برضو جريز قال لي يا اخي شيب يا اخي جريز ده رايد والاثنين موجودين يعني احياء، رفضوا يعتقلوا. شيب طلع مشى الشال بالبوابه الجنوبيه لقى في مدرع هناك، قال لهم انا المقدم عثمان حج حسين ركب معاهم، قال لهم ادوني شجر ما في زول اعتقلوا. يعني راجل يقول انا اعتقلت بشيبه كذاب. يعقوب اسماعيل ده بالليل لما نجوا العساكر قالوا دارين يخشوا، قال لهم الله لا داري كم العمر يخش ما تدخل، ما في زول خش الحرس الجمهوري لحد الصباح. بدات المحاكمات. طبعا ده الدور العسكري بتاعنا، يعني ما ادوار الناس الثانيين ما يعني ممكن اقول لكم بصفه عامه يعني فلان عمل كده فلان عمل كده فلان عمل كده، لكن ما ده ما افتكر بهم. المهم في المحاكمات اول ناس حكموهم، اول مجموعه حكموها كانت بشيبه وعبد المنعم ومعاوية عبد الحي. معاوية عبد الحي للحقيقة والتاريخ مصطفى خواجه اللي موجود حي يرزق. معاوية عبد الحي لما جابوه القيادة العامة كان أول حاجة الراس بتاعه ده كان كده ضرب منه بيده دفشي بتاع البرتقالي العساكر بتاع المظلات، طبعا كانوا حاقدين على المزارع دي فضرب منه ضرب شديد جدا، يعني حتى
في واحد دفعته اسمه منو يا ربي، المهم نغيب في المدرعات، ماشي جاب له جلابية عشان يلبسوها له ويضطروا يشرطوها عشان تخش في راسه. معايا عبد الحي يا ابوك النكس، لابس نكس بس كلها هدومه مشرطة ومضروب، وحصل له ارتجاج في مخه واخ وبتاعه. بعد ذاك سمعنا طبعا الاشاعات طلعت، معاويه يجرس ومعاويه قال انا خاطب ومعاويه قال انا هناك. معاويه ما حكم، ما قدم للمحاكمه. ابشيبه في تحقيقات معاه وقال العمليه دي مسؤولين منها نحن ثلاثه، انا وعبد المنعم محمد احمد ومعاويه. حتى الناس قالوا لهم معاويه ليه؟ قال لهم معاويه احسن يموت، لانه معاويه انتهى الحاله اللي انا شفته فيها منتهي، احسن يموت. شفت كيف؟ و زي ما قلت لك مصطفى خوجري موجود وشافه. اظن بالنسبه لبشيبه عنده كان وزير التربيه والتعليم ده اسمه الدكتور ده اسمه يا اخي عمل السلم التعليمي ده محي الدين صابر خاله، جاد اظنه داير يتدخل قدام بشيبه قدام نميري وزي عثمان تعملوا كده. عثمان زي ما قلت لك يعني كان راجل اجريسيف وراجل يعني مشهود له انه زول شجاع ما بخاف، والجيش ده كله كان بيعمل له حساب يعني بالرغم من انه مقدم لواد بيعمل له حساب. فالناس شهدوا المهم قالوا شتم خاله ده، لما خاله ده داري يتكلم معه كلام فارغ الدكف. وقال للميري يا اخي احنا العمليه دي مسؤولين منها نحن، وان احنا مثلنا ما فيه الكفايه ما بنقدر نمثل اكثر من كده. المجموعه الثانيه اللي حاكموها، المهم يعني بعد ذاك حاكموا هاشم العطا، ما كان معانا كان قاعد في الكركون طبعا برضه لما جاء يعني دي من الاشياء الرديئه اللي حصلت، كان نظارته قاعده جنبه مكتفينه، فجاء واحد ملازم اسمه كمال علي سعيد صبرا داس النظارة بتاعته كسر له، واستمرت المحاكمات. المهم حتى يعني أبشيبة ده كان قاعد معانا في الأوضة يعني، فكان نصح الناس يعني كان بيتكلم معهم قال لهم يا إخواننا ما في زول يجيب سيرة زول، ما في زول يجيب سيرة زول سواء كان معتقل أو بر، ما في زول مشوا جابوه من بيته بالقوة، كل الناس اشتغلت الشغل ده هي مقتنعة به، والمهم الحصل حصل، كل زول يشيل شيلته، زي ما الناس جات رجال تقيف رجال. أي زول الناس اللي عدمون قدامك دي شيل أي حاجة وكبها فيهم. بيتكلم معانا كده وقاعدين نفطر بالذكر. هو ذاته قام بيفطروا معانا دكورة كلها من برا. عثمان حاج حسين قال لهم جاهزين؟ قال لا. قال لهم بس اكمل فطوري. ابو بكر عبد الغفار قال لها يا سعادتك انت ماشي وين؟ قال لها ماشي الدروة ماشي وين يعني. فالناس ديل كانوا يعني كان في حاجات كده قلت لك يعني الواحد مهما يوصفها يعني يمكن الناس ما يصدقوا يقولوا الناس ديل كذابين، لكن ده الحاصل. دي واحدة. الحردلو طبعا رايل دفعتنا كان في بيت الضيافه، والحردلو ما شارك يعني من البدايه. الحردلو ده كان في القياده الشرقيه في القضارف، ويعني هو عارف يعني مع الناس في الشغل بتاعنا ده من الكليه الحربيه في التنظيم، لكن اليوم ده هو بالصدفة يعني جابوه جاي لحاجة في الخرطوم هنا، هو ومعاه الملازم حسن عماس، فجو تصادف يعني نتلاقوا في الشارع الساعة 5 جايين لأحمد جبارة في الميز بتاع الحرس الجمهوري عشان يسألوه من الأخبار ايه وبتاع، ودار يسألوه مين يعني مننا نحن نلاقينا يلاقونا وين أنا وصلاح بشير، لأنه زي ما قلت لك كنا مرفوضين وكده. فا اعتقلوهم في الباب ودخلوهم جوا. احمد جبار قال لهم حاصل كده كده كده، قال لي يا اخي احنا معاكم مش بنلبسوا جوا.
في اليوم الثالث كان اسمه مين ديا الحردلو غير الناس بتاع الحرس اللي هناك. من ضمن الناس اللي معه كان الجندي محمد ابراهيم ده. لما انحصر الضرب ديا ودي شهاده بتاع زول كان معتقل اسمه مامون حسن محجوب الله يرحمه توفى. مامون حسن محجوب في المحكمه الاولى شهد له قال حردلو ده ما شفت ضرب زول. بالعكس انا كنت حايم فقام قال لي يا مامون يا اخي امشي ارقد لك ورا ساتر ما تجي طلقه طايش تضربك. مامون حسن محجوب ده حقيقة يعني احنا ما عارف يعني ما محظوظين ولا شنو. المهم اليوم اللي كان متفق معانا عليه على اساس انه نقابله ونعمل معاه لقاء ونشوف الحاصل شنو ويدينا الافادة بتاعته دي قبالة بيومين حصلت له هارت اتاك ومات. قابلت انا واحد قريبه عمه اسمه بشر الصايم. بشر الصايم قال لي يا اخي انا قعدت معه واداني افاده وقال 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 قلت له اكتب لي. قال لي ما اديك لك املك قلت له لا اكتب لي بخط يدك عشان بعدينك لما نقول بشر الصايم قال الكلام ده ما تقول انا ما قلت. المهم الافاده دي مكتوبه عندنا موجوده. المهم في المحكمه الاولى الحردلو حكموه بثلاث سنين. ثلاث سنوات سنين. فقام طبعا لازم نقول لهم زول الناس الكتل الزول الكتل الناس في بيت الضيافة لازم يكون في زول كتل الناس في بيت الضيافة. قاموا عادوا المحكمة بتاعت الحردلو وجابوا له رئيس المحكمة اسمه مين ده أحمد محمد الحسن. وبالمناسبة أي زول حاكم أحمد محمد الحسن حاكم بإعدام. يعني أنا ذات رئيس المحكمة بتاعتي كان في الأول واحد اسمه عبد المنعم حسين. عبد المنعم حسين ده يا أستاذ كمالة راجل كان نائب مدير فرع القضاء العسكري. أنا ما بعرف عنوانه لكن هو في الحلفاية. لو لقيتيه زول ده زول مفيد جدا لأنه عبد المنعم حسين ده ساعد ناس كتار جدا. أنا طبعا عرفته بس جا في الإذاعة قال دار هاشم احترمناه وقعدناه وبتاعه كده. فعبد المنعم حسين ده كان بيجي في أثناء التحقيق انت بحقق معاك بتقول كده يعني في ضباط كويسين حقيقة يعني بيقول لك لا ما تقول كده قول كده أثناء التحقيق لا ما تقول كده قول كده. فحتى يعني أنا لما جيت المحكمة لما عينوه رئيس المحكمة ناداني قال لي يا أخي ما تخاف أنا عينوه لك رئيس محكمة قلت له كويس. بعد شوية أنا قاعد مع عورس جاءنا واحد نغيب اسمه قابل مساعد من المدرعات قال لي احمد عبد الحليم قال لك تعال. قلت له معاونه قال لي معاون ميري. قلت له يا اخي دي تبقى بعد ذاك نبز وصعلقه وبلاد ادب يا قلت له امشي قول له قال ما جاي يا اخي زول. قلت له يا زول يا 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 قابل انا ضابط في الجيش الناس دي ما رفضوني ولا جاي ولا بتاع. قام عبد المنعم ده قال لي يا اخي امشي قول لهم الزول ده ماشي المحكمه. بعد شوية رسلوا نادوا عبد المنعم. بعد شوية جانا عبد المنعم قال لي يا أخي ربنا يعينه. قلت له في شنو؟ قال لي شالوا لي المحكمة بتاعتك. جابوا لك أحمد محمد الحسن. قلت له كويس. ممثل الاتهام كان أتفه ضابط في الجيش السوداني واحد اسمه أحمد يحيى عمران. ما حقق معي. حقق معي واحد نقيب اسمه السر. المفروض هو يكون ممثل الاتهام. جابوا أحمد يحيى عمران ده عقيد. قدم المحكمة كالآتي: أقدم لكم معارف الملازم السابق أحمد الحسين الحسن مش تعرف إيه وبتاع وأرجو من المحكمة توقيع أقصى العقوبة عليه حتى يكون عظة وعبرة. حتى أنا قاعد أضحك كده قلت له سعادتك الناس دي يعني ما راجي منك توصية يعني عارفين هم حيعملوا شنو. في الوقت اللي فيه كثير جدا من الضباط منهم بس على ما اذكر اسم واحد اسمه توفى اسمه بابكر عبد المجيد علي طه. بابكر عبد المجيد علي طه
هذا بيجي بيقول اقدم لكم فلان الفلان، هو يلاحظ انه هو مصير اتهام، وارجو من المحكمه مراعاه العداله. يعني كانوا في ضباطكم مواقف كويسه، يعني نحن كمان ما بنقول يعني اي الناس، يعني حتى صلاح بشير ده حاكم واحد مقدم، واحد مقدم العقيده الظاهر اسمه فابيان، فابيان ده صلاح بشير جايب شاهد اسمه خشم الموس، متوكل خشم الموس، متوكل خشم الموس ده لما خشى شهادته بقى ضد صلاح بشير، فابيان ده طرده، قال له صلاح داير الزول ده، قال له ما دايره، طرده، قال له انا داير ابقى شاهد محكمه، طرده. ابقى دوك حاكم فيصل مصطفى، فيصل كبلو اداه 5 سنين، رجعوا له الورق، اصر على 5 سنين، رجعوا له الورق، شال كرسي ومر قاعد برا المحكمه. قال لهم الزول ده يعني لولا انه يعني حكيمي غانو يعني بقول اطرده، بس ما هو لازم صغير يعني ضابط مدينه تعليمات وكذا وبتاع. المهم ففي ضباط كانوا كويسين جدا، يعني عبد المجيد ده كانوا خاتين عضو في المحكمه بتاعت عبد الخالق، رفض، اعتذر باسبابه، يعني انه هو افتكر قريب نعمات مالك بتخال ولا حاجه بالشكل ده. والحاجه الثانيه قال لهم يا اخي، يعني قال لهم دي الهيستوري بتاع البلد، انا ما بخش في حته زي دي. فطبعا شالوه طوالي، يعني بعد المحاكمات دي شالوه هو وعبد المنعم حسين ده. فعبد المنعم حسين ده زي ما قلت لك راجل مفيد جدا، لانه حاضر المحاكمات دي كلها وعارف، يعني ممكن يوريكي فلان حاكم فلان، فلان حاكم فلان. يعني احنا ما بنتذكر كل الناس، يعني رؤساء المحاكم كانوا من والناس الرديئين منو والكويسين منو يعني، لكن بنتذكر الناس اللي في السجن ويقول لك فلان عمل فلان ما عمل. المهم طبعا بعد المحاكمه حكموني باعدام، وبعد ذاك برضه دي من الاشياء اللي قال لي عبد المجيد حسين ليترون، يعني انا بعد ما حكموني اظن على ولي الحكم بعد اسبوع، قال لي انا شلت ورقه ودسيته. الى ان حصلت الحركه العالميه اللي كانت ضد المساله دي وبتاعه هناك، فحتى بعد ده قال لي وديته. هو الزول طبعا بعد الاعدام، اول زول غير الحكومه الاعدام لي 20 سنه انا. ف تعالى افتكر من الناس الحكمون بالاعدام برضه صلاح بشير، برضه حكمون بالاعدام لكن غيروا له 20 سنه وكده. زي ما بحكي لك قلت لك المواقف بتاعت الناس، يعني 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 مثلا الحردلو ده قلت لك، فلما دخلوا المحكمة الثانية جابوا له شهود من المظلات ومن المدرعات. والله أنا الشيء اللي أختم لك به أحسن أقول لك، أنه أن إحنا بيت الضيافة ما مسؤولين من ضربه، بيت الضيافة ضربوه ناس التنظيم اسمه الجبهة العمومية. وزي ما قلت لك المسألة دي يسأل منها المقدم يعقوب إسماعيل وقاعد حي نرزق موجود.